اليوم ها قلت له الحديث عن الحركة الوطنية هو حديث ذو شجون يتطلب ربما ثقات أضحف، خاصة وأن الأمر تتداخل فيه الكثير من التقاطعات، فيها ما هو أكاديمي، فيها ما هو وظيفي، فيها ما هو سياسوي إلى غير ذلك. وبالتالي أقترح تحديد حديث في طرح مجموعة من الأسئلة التي أراها مداخل أساسية لإعادة مقاربة ما يمكن أن نسميه اليوم بقضايا الحركة الوطنية. على رأس هذه الإشكالات الكبرى التي يمكن أن تواجه الباحث المتخصص في شمال المغرب، العودة أولا لضبط المفاهيم الأساسية في هذا الباب. مصطلحان أساسيان يستوقفان الآن، أولا منطقة الشمال، ثم ثانيا منطقة مصطلح الحركة الوطنية. على مستوى الامتداد الجغرافي أقصد بمنطقة الشمال في هذا المقام جناحي هذه المنطقة، منطقة الريف ومنطقة جبالة، بخصائصها الإثنوغرافية والتاريخية واللسانية والسوسيولوجية المتداخلة. ثانيا على مستوى مفهوم الحركة الوطنية نفسه، هذا المصطلح يثير أكثر من التباس. دأب المؤرخون المغاربة اليوم على إعطاء واحد تحديد زمني لانبثاق ما يسمى اليوم بظاهرة الحركة الوطنية في المغرب، وربطوها بسنة 1930 في سياق الاحتجاجات التي عرفها المغرب ضد ما سمي بظاهرة 16 ماي 1930 أو الظاهرة البربرية. فالحركة الاحتجاجية التي تولدت عن صدور الظهير الاستعماري هي التي أثمرت فيما بعد ما سمي باسم الحركة الوطنية بتنظيماتها وهيئاتها وأنويتها التعبوية في المجال التعليمي والجمعوي والمدني إلى غير ذلك. لكن هذا يطرح إشكال، إذا كان الأمر يتعلق بحركة وطنية ظهرت منذ 1930، فكيف سأصف الحركات التي تبنت خيار المقاومة قبل هذا التاريخ؟ ولا أتحدث عن القرن العشرين، ربما أتحدث عن القرن الخامس عشر منذ الغزو الإيبيري الذي ضرب سواحل المغرب، منذ احتلال سبتة 1415، منذ احتلال ليليا 1497، منذ هزيمة إسبي في 1830 أمام الجيش الفرنسي وهزيمة تطوان أمام الجيش الإسباني، كانت هناك حركة جهادية. لماذا سأسقط عنها هذا البعد الوطني؟ ربما سنتفق مع الراحل جرمان عياش عندما رفض هذا التحديد الزمني واقترح إعطاء حل بعد أوسع لمفهوم الحركة الوطنية لكي تشمل كل الحركات الوطنية، الحركات المغربية التي رفعت أو رفعت لواء مجابهة الغزو الاستعماري. قد يكون المقاومة ضد الاحتلال الروماني مع تكفلنا سويدمون قبل وصول الإسلام إلى هذه المنطقة، منطقة الشمال الإفريقي. قد أتحدث عن كل الحركات الأخرى وأصفها بالحركة الوطنية. أن أختزل ميلاد الحركة الوطنية في 1930 هذا فيه التباس يجب أن نصححه. إذا كنا نعتبر ما وقع في 1930 هذه ظاهرة حركة اللطيف كحركة احتجاجية أشرت إليها قبل قليل هي ميلاد الحركة الوطنية، فكيف سأصف هذه الحماس الوطني العارم الذي عرفه المغرب من شماله إلى جنوبه في إطار تداعيات معركة واد المخازن الشهيرة لسنة 1578؟ فأكيد أن هناك واحد الروح وطنية هي التي جعلت المغاربة يجتمعون حول ما وقع في 1578 في القرن السادس عشر. إذن هذا التحديد هو أساسي في هذا الباب. لذلك أعتقد شخصيا أن مصطلح الحركة الوطنية حسب ما تتداوله الاستوغرافية الحديثة الآن فيه كثير من الالتباسات التي يجب أن نعيد فيها النظر. إذا كنا نقصد بالحركة الوطنية التنظيمات السياسية التي رأت النور مع كتلة العمل الوطني في 1933، ثم مع انشقاق ما بلاد حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، فهذا موضوع آخر. ربما كان الأجداء نستعمل صيغة التنظيمات الحزبية عوض الحديث عن الحركة الوطنية. إذا تجاوزنا هذا الإشكال على مستوى المفاهيم وانتقلنا إلى رصيد ما هو مكتوب الآن حول الحركة الوطنية في شمال المغرب، طبعا الحال أول ما يثير الانتباه في هذا الباب هو غياب طبع غير متجانس للتراكم المحصل إلى الآن. يمكن أن نصنفه بين 5 أو 6 مجموعات كبرى. أولا رصيد الكتابات الكولونيالية أو الاستعمارية، خاصة الكتابات الفرنسية والإسبانية التي اهتمت بالموضوع، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. لن نتحدث عن مساقط أو ثغرات التي تعتري هذا النمط من الكتابة، الاعتبارات على كل حال هي معروفة الآن وحتى الحديث فيها ربما أصبح متجاوزا. ولكن يهمني كثيرا في الحديث عن الكتابات الكولونيالية هو حل جانب أعتقد أعتبره أساسيا، كونه انتبه إلى بعض الجزئيات التي لم يهتم بها المؤرخ الكلاسيكي المغربي، بعض التفاصيل بعض الأسئلة فيما يتعلق بالأنساق المجتمعية، بتاريخ الذهنيات، تاريخ رمزي، تاريخ الثقافي إلى غير ذلك. هذه انشغالات وغيرها بطبع الحال لم تكن لسردة نهائيا في ذهنية المؤرخ التقليدي المغربي. أعتقد أن العودة لشريح مضامين الكتابات الكولونيالية سيعتبر أساس هذا العمل. لن أطيل في هذا الباب لأن أمثلة كثيرة، أكتفي بإشارة واحدة. الإخوة اللي مقصر كبير كلهم اشتغلوا على شخصيات إدوارد ميشو بيلير، سي أخريفو معنا، سي سعيد حجي معنا كذلك، كلهم اشتغلوا وغيرهم هم الإخوان اشتغلوا على التراث
المعرفة بين قوسين لميشو بلير. لا أتصور أبداً أنه يمكننا أن ندرس خصائص البنية التاريخية لمنطقة حوض لوكوس بحاضرتيها القصر الكبير والعرائش بدون العودة المتجددة لتأمل في الرصيد المنجز الذي خلفه إدوارد ميشو بلير ورفيقه جورج سالمون. كتابات مهمة جداً وغير مسبوقة على الرغم من طابعها الاستعماري الواضح. إذا الطابع الاستعماري هذا موضوع، لكن الأسئلة الحقيقية المغيبة عن ذهن المؤرخ التقليدي المغربي حاضرة بقوة، وهذا هو ما يعطينا الشرعية الآن لكي نعود بشكل متجدد للتأمل في مضامينها. هذا باسم الرصيد الأول. المجموعة الثانية هي ما يسمى بالكتابات الوطنية، ونقصد بالكتابات الوطنية التي تناولت تراث الحركة الوطنية هذه الكتابات التي كتبت على هامش المعركة من أجل الاستقلال. كتابات فقيه داود، أحمد الرهوني، علا الفاسي، المختار السوسي وغيرها من الكتابات التي حاولت أن تؤرخ للظاهرة من موقع الفاعل. الملاحظ في هذا الباب أن كل من كتب في هذا السياق كان يمارس مسؤوليات نضالية ضد الاستعمار. الحركات الاستقلالية مع علا الفاسي، عبد الله إبراهيم، محمد حسن الوزاني وغيرهم من كتبوا من مذكرات كثيرة من مواقعهم كفاعلين سياسيين في الأحداث. وهنا يلتبس علينا الأمر، هل نحن بصدد الحديث عن عمل مؤرخ متخصص بقواعده المنهجية وبالعدة الإجرائية المعتمدة في البحث والتنقيب إلى غير ذلك، أم أننا أمام فاعل سياسي يحاول أن يقدم قراءة معينة لوقائع كانت له على كل حال مساهمة فيها بشكل من الأشكال؟ هذا إشكال لابد أن نضبطه كذلك، لأنه مفتاح لتصحيح ما يجب تصحيحه، خاصة وأن الكثير من هذه الكتابات أضفينا عليها واحد طابع ديال القدسية، وأصحابها تعتبرها من مستوى الأعمال القابلة للنقد وللنقاش. يعني هذه أمور لا بد أن نعيد كذلك قلت مساءلة منطلقتها. هذه الكتابات الوطنية كتبت في غمرة الحماس الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وبالتالي كانت منشغلة بسؤال أساسي: إذا كانت فرنسا والكتابات الكولونيالية تبخس تراث حضاري للشعب المغربي، فهذه الكتابات جاءت من أجل أن تثبت العكس. فكان الهاجس الأساسي الذي سكن أصحاب هذه الكتابات هو الرد على الأطروحات الكولونيالية. هذا منطق أصبح متجاوز الآن. فمثلما أن الكتابات الكولونيالية سقطت واحد نوع من المغالاة في الدفاع عن ثنائيات اللي هي معروفة وسعز أشار إلى البعض منها قبل قليل، العرب، البربر، السهل، الجبل، الأمازيغية، العروبة إلى غير ذلك من الثنائيات التي حاولوا تمزيق المجتمع المغربي عبرها. فالكتابات الوطنية كذلك أفرطت في حماسها الوطني من أجل إثبات النقيض، وهذا الإفراط كذلك في الحماس الوطني أوقعنا في مجموعة من المنزلقات التي لا يمكن للبحث العلمي الحالي بعدته الإجرائية والمنهجية أن يقبل بها. الكتابات إذن هي كتابات وظيفية سواء كانت كولونيالية أو وطنية. الكتابات الجديدة الآن أو ما يسمى اليوم بالتاريخ الجديد الآن، كان كتابات تهم منطقة الشمال ينجزها الآن باحثون شباب، هذا أمر مهم جدا. أهلا بك، أقول باحثون شباب لا أتحدث عن المعيار ديال الانتماء العمري لا، ولكن ينتمون الفترة الراهنة. وحتى نعطي أمثلة في هذا الباب لأعمال تعتبر ذات قيمة مؤسسة لما يمكن أن نتحدث عنه بعد قليل. كتابات المرحوم عبد العزيز خلوق سمسماني، كتابات طبعا شيخ المؤرخين في شمال المغرب المرحوم محمد العزوز حكيم، سي محمد أخريف هو معنا، العديد من الأسماء التي برزت الآن من الباحثين الذين أعطوا الشيء الكثير لهذا الباب. محمد بن عبود في تطوان، محمد شريف في مدينة القصر الكبير، يحضر معنا الإخوة الصمادي والسعيد حجي والأستاذ عزيز حساني وطبعا وغيرهم من الأسماء التي الآن بدأت تضع بصمات حقيقية فيما يمكن أن نسميه بمدرسة لكتابة تاريخ منطقة الشمال عبر تطوير آليات البحث المونوغرافي المحصور مجهريا في رقعة جغرافية محددة بعدة منهجية لها الكثير من العناصر ديال الجدة التي تعطي قيمة لما ينجز الآن بشكل يسمح بتجاوز هذا التراث الذي أشرت إلى سقطاته قبل قليل. لكن هذه الكتابات المونوغرافية بهذا الشكل لا بد أن تعتمد على أساس للانطلاق، وهذا هو البحث التاريخي عموما. حتى حدود الأعمال للمرحوم بن عز الحكيم كنا نعتمد على الوثيقة المكتوبة، وطبعا لها ما لها وعليها ما عليها كما يعرف المتخصصون في هذا الباب. التاريخ الجديد يعلمنا ويبقننا أن مفهوم الوثيقة المادية لا نقول أنه أصبح متجاوزا، ولكن لوحده لم يعد كافيا على تقديم تفسيرات ضرورية لفهم مسار العمل الوطني في شمال المغرب. لذلك المؤرخ المعاصر يسعى إلى توسيع مفهوم الوثيقة لكي تشمل منسيات الكتابة الكلاسيكية أو الأرستوغرافية الكلاسيكية. أولا الوثائق،
دفينة بمختلف أنواعها، تقول وثائق إسبانية، وثائق مغربية، عقود الزواج، معاملات البيع والشراء، كل الوثائق على اختلاف أنواعها هي مادة قابلة للاستثمار. حتى بعض الوثائق التي كنا ما نقولش نبخص قيمتها، ولكن كنا ننظر إليها يعني بواحد النظرة اللي ربما قد لا تثير اهتمام الباحث المتخصص، مثلا عقود الزواج. الآن هناك عودة للبحث في هذه الوثائق لأن فيها الكثير من الأسرار التي يمكن أن نكشف عنها وأن تتحول إلى مادة خام للاشتغال باسم المؤرخ. الكتابات الصحفية على اختلاف أنواعها بمختلف اللغات، الفرنسية، الإسبانية والعربية بطبيعة الحال. من الأمور التي تحسب، الأستاذ عبد العزيز الحكيم جمع كما هائلا من الصحف ديال المرحلة، تطوان، الريف، الحياة، الحرية، جائزة التي ارتبطت باسمي خاصة الزعيم عبد الخالق طريس. ولكننا تناسينا الجانب الآخر اللي هو الصحافة الإسبانية. مرة أخرى النقاش حول الطابع الوظيفي الكولونيالي لهذه الصحافة، هذا كذلك نقاش متجاوز. لا يمكن أن نقرأ الآن تنظيمات الإدارية لشمال المغرب بدون العودة إلى الجريدة الرسمية، البيتان أوفيسيال ديال منطقة الحماية، الحماية الإسبانية في المنطقة الخليفية. فهي منجم أساسي لأن فيه واحد الغنى هائل. الحاج أخريف اشتغل كثيرا واستثمر الكثير من هذه المضامين ونشره، نشر الكثير من ما يهم مدينة القصر الكبير والمحيط ديالها. مصدر ثالث، المؤرخ كان ينظر بواحد النوع من التبخيص كذلك الرواية الشفوية. اليوم هناك عودة للاشتغال على الرواية الشفوية. طب حال الرواية الشفوية وفق المنطق العلمي بعد إخضاعها النقد الداخلي والنقد الخارجي المقارنة لغير ذلك، يعني يمكن أن نحول المحكيات إلى مادة للاشتغال. وعندنا كذلك أمثلة معبرة في هذا الباب ربما لا يسع المجال للاستدلال بها. الدراسات القطاعية أو المونوغرافيات، هذا أمر مهم أطرحت في عزيز الحسني، مهمة جدا في هذا الباب لأنه حاول أن يشتغل على النصوص أو المتون التي أنجزها مغاربة عاشوا مرحلة الاستعمار ثم عاشوا مرحلة الانتقال نحو الاستقلال. محمد داود لا بد أن نعود لتقييمها. ومن الأمور المؤسفة جدا ونحن نتجول في إكمال وقت السعادة، قلت ونحن نتجول في مدن ديالنا كلها في العرائش، في القصر الكبير، في أصيلة، غيرها، ننظر بالكثير من الأسى لما يطال الآن هذه المعالم الأثرية من مظاهر التهميش والتنكر. كاين جحود حقيقي الآن وهذه ذاكرة حية، ذاكرة المكان. للأسف عندنا تقصير كبير في هذا الباب كوزارة وصية، كفاعلين مدنيين هنا لا بد أن نسائل مسؤوليتنا في هذا الباب. كذلك من الأمور التي لا بد أن أشير إليها والتي لم تكن كذلك تثير كثير من الاهتمام لدى المؤرخ الكلاسيكي هي التوظيفات الإبداعية للتراث الرمزي، النصوص الشعرية، الكتابات الروائية إلى غير ذلك. كنا دائما ننظر إلى
يتذكر حول التهميش الذي طال ذاكرة العمل الوطني. هذا العمل أمر نجده في كتابات محمد بن عزوز حكيم عند عبد العزيز التمساني خلوق محمد الأمين بزاز وغيرهم ممن تعاطى للأمر، بل حتى الفاعلين السياسيين عند خلق الطبريز نفسه في آخر أيامه كتب نصا فريدا حول الظلم الذي سماه الظلم الذي لحق بالمنطقة الخالفية أي منطقة الشمال عندما تم تهميشها على مستويات على كل حال يتدخل فيها ما هو سياسي مع ما هو ثقافي. إذن هذا الإشكال لابد أن نعيد فيه النظر. كذلك الدور والموقف الذي اتخذته الحركة الوطنية في شمال المغرب من المسار الذي أفضى إلى إعلان استقلال المغرب، وهنا تحديدا قضية إكس ليبان. هنا إذا سمحوا لي لابد أن نفتح قوس لهذا الباب. عبد خالق طريس ومعه لفيف ديال الحركة الوطنية في شمال المغرب كان أول من انتبه له واحد مغالطة أساسية للأسف لا يلقى على الضوء. أول من قال أنه لا وجود نهائيا لحاجة سميتها في التاريخ اتفاقية إكس ليبان، ما كاينش حاجة نهائيا سميتها اتفاقية إكس ليبان، لا توجد نهائيا تفاهمات إكس ليبان نهائيا، لا وجود لنص في هذا الخصوص. إكس ليبان كان مجرد لقاء بين ممثلي الأحزاب السياسية الفعالة آنذاك في المغرب اللي هما حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وحزب الشيوعي المغربي والقوة الثالثة التي كانت مرتبطة بفرنسا ثم ممثلي على القصر. أحسن هذه المعلومة